أسبوع جديد وتحدي جديد، وهيدي الجمعة كنا هيك قاعدين ستة، كنا كتير قليل، يعني وصلنا لمرحلة إنه عم نطلع ببعض إنه شو معقول يكون التحدي، لأنه أكيد شي صعب. الكل عم يتهمني إنه أنا استعنت بمساعدات خارجية وحدا كتير بروفيشنال لأعمل الفيديو تبعي. جينا عرفنا بأنها غشت ونظن بأنها يعني كذابة بروفيشنال، لأنها قعدت حتى الآخر لحظة وهي تقول لا مش مستعنت بناس يصوروا لي الفيديو، راح جابت ناس بروفيشنال داروا لها المونتاج وصوروا لها الفيديو. عامة في تقدم وتطور مش طبيعي في الفيديو، بهنيكي على ده. الأديتنج والراشز والتكنيكاليتيز اللي فيها مع الأديت بتاع الصوت مع البوست برودكشن كله، يعني تحس اللي هو فاهمة شيء بروفيشنال الفيديو. يعني برافو برافو عليك. انت عاملاه لوحدك صح؟ اكيد. مين بيساعدك في من زملائك؟ من زملائي بالمونتاج ما حدا ابدا. مونتاج الفيديو كثير تعبت فيه. جنان ما هيش تسحق انها تقعد في البرنامج لانها غشاشه كذابه وما عندها حتى سكيلز. نور ما بتهمني لا هي ولا رايها، خليها تفكر انه انا غشاش. البعض بده يشوفوا كثير اشياء حلوه مني. جنان اللي سويتي شيء مو سهل وما راح نسكت عليه، بنشوف ايش تسوي الاسبوع هذا، وخلي اللي وقفوا معك ينفعونك الحين. هن حرين برايهم وانا ما مضطره ابرر لهم، بس انا بدي احكي اللي صار والحق. من الاول في عندي اعداء وهن كانوا كثير مستخفين فيني، هلا لما انا حطيت كل تعبي بفيديو واحد وطلع قوي كثير فهن مبينوا على حقيقتهم وكلهم اشتكوا علي، والكل صوت ضدي، ومع هيك جمهوري انقذني لانه التصويت اجاني اضعاف اضعاف. مرحبا شباب وصبايا. هاي كيفكم اليوم؟ تمام. قليلين مزبوط، صرتوا ستة. جنان كيفك؟ تمام منيحة؟ هيدا أول مرة بتكوني بدائرة الخطر، خبرينا شو الإحساس كان تبعك؟ حلو، أنا جربت شعور جديد، أنا كثير بحب جرب أحاسيس مختلفة فجربته. أوكي، وإن شاء الله الأسبوع الجاي شو بيصير؟ ما رح جربه الأسبوع الجاي، هيدا الأسبوع العاشر وأنا جاية بكل قوة ومبين يمكن من وجري ومن عيوني. أنا كتير داخلة على هالتحدي بشراسة. خبرينا شوي شو صار معك بالبرايم الماضي؟ أنا هيدا أكتر فيديو بتعب فيه من أول البرنامج ولهلك. اتهموني أنه أنا جايبة حدا محترف ومتعاونة مع مخرجين. أنت جايبة حدا محترف؟ مساعدات خارجية أبداً. اللي أنا صح يمكن كذبت بالبداية، قلت أنه سمر صورتني وضلت متعبة بهالشي، لأنه سواء قلت أنه سمر أو غير سمر كان عندي نفس الشيء، لأنه برأيي أنه أنا بعتبر أنه أنا صورت حالي، لأنه الكوادر أنا أخذتها وأنا اللي تعبت بكل شيء، المونتاج أنا عملته من أولته لآخرته، وقلت لهم أي سؤال سألوني إياه بالمونتاج اللي أنا عملته عن أي مقطع وأنا بجاوبكم عليه وبلاحظته. هن شكوا بالموضوع، اشتكوا كلهم علي، بيصطفلوا هن برأيي أنه أنا جايبة مخرج يصطفلوا، بس اللي فقس الزر حتى أنا ما بعرفه هو جاي مع الشخص اللي مثل معي الفيديو. أنا رحت لهنيك وما بعرف مين حيصور، قلت مين ما طلع بمسكوا الكاميرا خلص، أنا أخذت الكادر بس ثبت إيده. هذا اللي صار والفيديو كتير انظلم. بغض النظر إذا اتهموك ولا ما اتهموك إنه أنت استعنت بحداً، هذا الشيء بدل للكل إنه قديش مهم كل واحد يشتغل على حاله، قديش كل واحد يشتغل على الفيديو يتكل على حاله، لأنه ما بتعرفوا كيف بتبرم الأشياء، أقل غلطة صغيرة معقول توصلكم لمشاكل كتير كبيرة، فلازم دايماً تتكلوا على حالكم لحتى ما حداً يلومكم بشي أو يمشي ضدكم بشي معين. اللي صار مع جنان هو درس للكل، انه كل الوقت تكونوا متكلين على حالكم، حتى العالم اللي عم بيساعدوكم من يعني حتى انتوا وقت تكونوا انتوا عم تساعدوا بعضكم يمكن الاسبوع الجاي يبطل هدول اللي عم بيساعدوكم موجودين بالبرنامج، فبدكم تتعودوا تتكلوا على حالكم اكثر. اوكي، تصوروا انتوا، تمنجوا انتوا، تعملوا كل شيء انتوا، لانه ما بتعرفوا شو بيصير. نور الدين
هاي مبروك الصداره. شكرا جزيلا. خبرني. شعور كلش حلو، مو بس انه بالصداره، التعليقات لجنه الحكم كانت كثير حلوه وبوزيتيف، فرحتني جدا انه قدرت اوصل فكره الفيديو، فشعور حلو. هيدا كان موضوع شوي حساس بيني وبينك. yes. موضوع الفيديو بس برافو، يعني طلعت قد ال. شكرا. اشكرك لان انت اعطيتيني المجال انه اتكلم عن هذا الفيلم، والحمد لله وصلنا للصدارة. مثل ما بتعرفوا ان هذا الاسبوع عنا تحديين، نحن بفيديو واحد مو عارفين كيف نخلصه، ما بعرف كيف نعمل فيديوين، فخلينا نشوف اول شيء شو بدها تكون المواضيع. جاهزين لاول تحدي؟ راني عارفه باللي التحدي راح يكون صعب، بس راني عارفه باللي راح نكون قده. التحدي تبع هذا الاسبوع هو جاهزين لاول تحدي؟ راني عارفه باللي التحدي راح يكون صعب، بس راني عارفه باللي راح نكون قده. التحدي تبع هذا الاسبوع هو احياء اللغه العربيه. شو هيك طلعت انه شو عم بتقول؟ كيدينج. شو معقول؟ لا اوكي، اللي ارتاحوا ما كثير ترتاحوا، واللي خافوا ما كثير يخافوا. ما بعرف، ما عندي اي شيء اقوله، فتت بالحيط انا بهيدا الموضوع. مره انبسطت لانه في افكار كثير اقدر اسويها في مجال الجرافيتي، فيويلهم الاسبوع هذا. مع الاسف هذا التحدي راح يكون الامثل لجنان، بس جزء ما طلع شيء كويس، يعني ما مش مستبعد انه تعيد نفس لا 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 مالت الشعر. ولا ردت فعل، بعدني بكل ثقة ناطرة التحدي، وبعد ما أخذت التحدي بقيت على نفس الثقة. ما فهمت. أوكي رح أشرح، رح أشرح. شو شو شو؟ روق ريلاكس ريلاكس. شو خاصة فيها؟ ما هداك الأسبوع كان تحدي كتير خاصه فيك، كان ما خاصه بحدا تاني. ولا أنا ولا شيء. دايما في شيء سمر، دايما في شيء. برجع بقول ولا مرة أنا بعطيكم تحدي ما بكون مفكرة بكل واحد فيكم شو معقول يعمل بهذا التحدي، ولا مرة. فإذا أنا قادر أطلع بأفكار يعني أنتوا قادرين تطلعوا بأفكار، هيدا الشيء على الأكيد. بس خليني أشرح شوي أكثر عن التحدي، شو قصدي بهذا الشيء وليه عم نحكي عن هذا الموضوع. أكثر وأكثر صارت اللغة العربية مهمجة، وخصوصي بالمنطقة تبعيتنا نحن. نحن العرب صايرين بنلجأ ل لغات غير تنعبر عن حالنا، إن كان الفرنسي بمحلات معينة أو الإنجليزي، أو حتى أوقات صرنا منكتب عربي بس بأحرف لاتينية. وهيدا الشيء عم بيخلي اللغة تبعيتنا وين ما كان بالعالم تموت، ما عم نعرف نحييها، ما عم نعرف نحافظ عليها. فأنتوا كإنفلونسرز شغلتكن إنه تسلطوا الضوء على الأشياء المشاكل فيها، هيدي المشاكل تكون مشاكل مثل الأسبوع الماضي أو مثل اليوم. ما بدي إنه نحكي عن المشكلة، بدي إنه نحفز. فالفيديو أكيد بده يكون إيجابي، بدي إنه نفرجي إنه نحن فخورين باللغة العربية، إنه اللغة العربية حلوة، من أقدم اللغات بالعالم. أوكي، بدنا نحكي بهيدا المنظار للأشياء، ما بدي نحكي عن مشاكل اللغة العربية إنه عم بتموت ولا عم ما بقى عم تستعمل كتير ولا ولا ولا. صار يعني أخذ فئة الشعر وال. بصير أخذ فئة الجرافيتي يعني. المنافس الأقوى اللي ربما هو راشد، لأنه راني متوقع إنه راح يرسم حاجة بزاف شابة في الموضوع هذا، أو راح يكون ربما نوعا ما تحدي سهل عليه. عن جد ما بفهم يعني كيف قصدك. لك عن جد ما فهمتوا يعني كيف بدي أحيي اللغة العربية بالويلنس. أنا ما يعني ما أنا عندي أكل، عندي يوغا، عندي مديتيشن، إنه وات إنه شو يعني أسامي أكلات يعني إنه ريسيرش سمر. هذا كان أول تحدي. هلا في التحدي الثاني، وإذا كنتم متكلين على التحدي الثاني لحتى يشقلكم من علاماتكم، ما تفكروا هالقد هين. بعدني لهلا مش مستوعب انه كيف الموضوع الاول رح يكون عن اللغه العربيه. الله يستر.
عرفنا وشنو هو التحدي الاول دوكا وقت نعرفوا التحدي الثاني. انا من دخلت البرنامج وكلها صدمات وصدمات، فمتوقع التحدي الثاني بيكون صدمه. مثل ما شايفين قدامكم في بوكال، بس بما انه نحن اول تحدي هو انه عم نحكي اللغه العربيه رح اقول اناء. اوكي، ففي اناء قدامكم فيه ورق. رح اطلب منكم اول شيء تتفقوا بين بعضكم على مين بده يسحب اول ورقه، بس فكروا منيح لانه مش ضروري تكون اول ورقه هي احسن ورقه، ولا اول واحد بيسحب يمكن اخر واحد بيسحب هو يطلع له احسن شيء. بلش من جنان. زين، لا ليش ما اقترح شيء حسب العمر، من الصغير للكبير؟ 32 صغير للكبير. ايش ما يخالف على يوم العيد ميلاد، من الصغير للكبير. يلا جو فور ات. يلا اول وحده من الصغير انت. انا عندي امل كبير انه التحدي الثاني يكون افضل من التحدي الاول، لانه اذا كان نفس السوق انا بودعكم وبودع الجماهير وبكون تشرفت بمعرفه الجميع. اوكي جنان تفضلي اسحبي اول ورقه. ما تفتحيها. مستعده لشو ناطريك؟ افتحي اول ورقه. شو مكتوب؟ شو مكتوب؟ قولي. هاي حلوة. أبدا ما خطر لي إنه نأخذ فئات بعض. منيح على الوالنس بالنسبة لي، فيني أحكي عن سوق التأمل كتير كوني متدربة بعلم الطاقة. لا بس اليوغا بالكرافيتي راحت علي. فإذا بس أشرح شوي أكتر عن تاني تحدي قبل ما نكفي ونشوف كل واحد شو رح يطلع له. تاني تحدي هو إنه تتعلموا مهارة جديدة. يعني كل واحد بده يسوي فيديو حسب الفئة اللي عم تطلع له، بس الفيديو تبعوله بده يكون عم نتعلم شيء جديد. يعني مش انه بس انه انا اذا انا ويلنس يعني بس بدي هيك انه بدك تعلميني اياه كانه انت عن فئة الويلنس. هو الموضوع موضوع حر، فيكم تعملوا شو ما بدكم طالما عم تعملوا بالفئة مش تبعيدكم اللي رح تطلع لكم من السحب. حلو، اتمنى ما يوقع لي جرافيتي لاني ما اعرف ارسم. خلينا نشوف شو يصير. لكن مين ثاني حدا رح يسحب هلا؟ اتفقتوا؟ نور. نور يلا نور. حلوه هاي اللعبه. سينا ما راح يطلع لها. اوه بس انت تكتبين اغاني وهيك. نايس. اوكي سينا ما حدا. فاذا نور مطلوب منك تعملي لنا فيديو عن فئة الشعر والكتابة. فتحت الورقة وجت شعر، حسيت بأنه الأمنية تاعي تحققت يوم البرايم. كنت تمنيت أني ناخذ هذه الفئة باش نبين الشعر تاع الصح كيفاش تكتب. نور إبراهيمي لسوء حظها جدا أنه طلع لها فئة الشعر، لأنه ما رح ساعدها بشيء. خليها تستفيد تدبر حالها. مين بعدها؟ سمر؟ يلا سمر. أنا هذا أحلى. ترافل. حلو. اوكي ليك البسمه كيف رجعت على وجهها لسمر. انا بالعاده كثير بحب سافر، بحب استكشف وهيك. رح استعين بذكرياتي بسفره عملتها بكل اوروبا كرمال احكي عنها. اوكي عبد. او ماي عبد جرافيتي يا رب. جرافيتي جرافيتي جرافيتي. او لا شنو هذا؟ سينما. مبروك. طلع لي فئة السينما وانا كثير مبسوط انه طلع لي فئة السينما. ان شاء الله اقدر اعمل شيء بالفيديو الثاني يعوض الفيديو الاولاني. نور الدين مستعد تسحب؟ انطوني انطوني درام. يلا بام بارا بام 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 ارت اند ديزاين. اوكي هنشوف شو يسوي. ارت اند ديزاين. الله كريم. وبما انه انا اكبر واحد فيهم عقلا وعمرا اخر واحد سحبت. لكن راشد اصحاب الورقه مع انه معروف شو راح تعمل. اوكي لكن كل واحد منكم بالنسبه لتاني تحدي مطلوب منه يعمل الفكره اللي بده اياها. اوكي ب يعني موضوع حر بالفئة اللي طلعت لكم.
من سابع المستحيلات اني نطلب من جنان تساعدني، اولا لاني ما نظنش انه هي تكتب شعر لكن تكتب خواطر، هذا رايي الشخصي، ما نظنش عندها سكيلز اللي يخولوها انها تكتب شعر شباب، فما راحش نستعين منها. انا كثير متمنيه ان نور ابراهيم توريني كيف الشعر بيكون، خاصه بطريقه القائه. جاهزين لكينا لهذا الاسبوع؟ يس ليتس رول. كثير متحمسة للقاء كل الضيوف اللي رح يجونا، كونه الموضوع لغة عربية فأكيد اللي بدهم يجوا معنيين بهذا الموضوع، ممكن كتاب ممكن أخصائيين بهالمجال، فمتحمسة لأعرف مين هنا. اسمي غالب حويلة، فنان خط عربي، هيك بعرف عن حالي، وجاي اليوم خبركن عن هيدا الفن وخبركن كيف بمسيرتي، كيف كان السوشيال ميديا دايماً عم بيساعدني لأنشر شغلي وتاي يشوفوني العالم. الحاجة الملفتة فيه هو أنه صغير يعني كيما احنا، والاهتمام تاعه راح للخط العربي رغم أنه ربما ما نشوفوهاش بزاف في المجال التصميم ولا في المجال اللي كان هو يدرس فيه، فكانت حاجة مهمة بزاف. فنزلت أول مرة على الشارع ورسمت هيدي الدائرة، ما مضيت تحتها، كنت بعدني عم أقول لازم يوم من الأيام العالم لوحدها تعرف أنه هيدا غالب حويلة اللي عملها. بس في شغلة كتير مهمة اللي هي العالم كيف تفاعلت مع هيدي اللوحة، وهيدا الموضوع أثر فيني كتير، يعني هون أنا بعرف إنه هيدي اللوحة أنا صارت أكبر مني. هلأ أنا عن فئة الرياضة وحاسس إنه أصعب شيء بالنسبة لي، أصعب تحدي واجهته لهلأ هو هيدا التحدي، إنه اللغة العربية والرياضة، لأنه أنا كل فيديو عندي لازم أعلم شيء متعلق بالرياضة، فكيف بدي أعلم شيء متعلق بالرياضة وحفز العالم يستخدم اللغة العربية بنفس الوقت؟ شوف، فيك ترجع بالتاريخ تشوف ما في عنا رياضة رياضة، في عنا الفروسية، روح على الخيل. التصوير ممكن يكون صعب جدا مع الأحصنة، فمشان هيك ممكن أروح أكثر على الرماية، خصوصا كمان إنه عندي إصابة بكوعي من مرة كنت فيها بشرم الشيخ وقعد من على الحصان وتشوهت إيدي كلها. السؤال اللي كنت بسأل اللي هو الكاليغرافيك، أنا بصوي بس مساحة كبيرة، وش الشيء اللي أقدر أسويه بالدائرة غير حركة أسوي المسمار والخيط هذه؟ شو أفضل طريقة أقدر أسويها؟ شوف، بالنسبة إلي إذا طريقة الخيط والمسمار بتشتغل إلك، ليه بدك تدور على طريقة تانية؟ شو المشكلة؟ بدل ما أسوي بالمسمار كذا في شيء يثبت بالغير. ما ضروري تحط مسمار، حط لزقة. كل أحد يجي يعطيني درس بالعكس أنا أحاول أستفيد بقد ما أقدر، لأن هذه فرصة ما تتعوض وأكيد إنه بستفيد من الدرس. هذا النوع شو يسمى هذا؟ هيدا فن خط عربي على الشارع، صار اسمه ستريت آرت، يعني إذا أنا عم بعمل نقط وبحطها على الشارع ما بيصير اسمها جرافيتي، الجرافيتي هو فن غير، الجرافيتي عنده تاريخه، الجرافيتي عنده ألوانه، الجرافيتي عنده روحه، وهون أنا كان عندي الدافع إنه أنا أنزل على الشارع مع كل الخوف إنه مين أنا قدام غيري اللي هني أسمائهم صارت مؤسسة بالبلد، أوكي، تفرجي شيء تاني مختلف. الموضوع ما إنه سهل وبحاجة لك كثير شغل، كيف فينا نحن المسؤولين، أنا بعد حالي كمان مسؤول، كيف حافظ على هذا الخط العربي، وبتمنى عليكم كمان تاخذوا هذا الموضوع بعين الاعتبار وتشتغلوا على هذا الأساس، وبتمنى كمان يكون استفدتكم قد ما فيني، وشكراً.